ابشر يا نادر هايل هايل يا جماعة. هذا التراث لابد زي ما استاذ صلاح احمد فكر فيه قبل 56 سنة يحافظ عليه. الان مسؤولية وزارة الثقافة السودانية، وزارة الثقافة لابد ان تكون فرقة للتراث قبل ما يضيع. لابد الاذاعة قامت بدوره وصلاح احمد قام بدوره. انا من هنا انادي السيد وزير الثقافة السودانية، هذا جزء من ثقافة الشعب السوداني، يا حضرات السادة كونوا فرقة للتراث. الشباب ده عارفينه، بعدين الاجيال دي بتروح، في ناس عارفين، في الجيجر عارف، الامين البنا عارف، عوض الكريم عبد الله عارف، في كثيرين عارفين، القاعدين معاي دي عارفينه. جيبوه نوتوه يجيب قروش. على فكرة الفرقة التراثية ممكن نحن بها العالم العربي والإفريقي ونجيب بها قروش، على فكرة تمول نفسها، ما بتكلفنا تعريفها، بتحفظ لنا فننا وبتجيب لنا دخل كمان. أرجو السيد وزير الثقافة، أرجوك، هذه مسؤولية، كونوا فرقة للتراث الغنائي السوداني وخلوا الموسيقيين يهتموا بهذا. بالله شوفوا الفاضل أحمد ده غنى كيف، غنى بطريقة غريبة جدا. يعني في الأغنية دي لو لاحظتوا انه نحن في العادة بنمد بنعمل بيتين تطريب وبيتين ايقاع، لا ده عمل شطرة تطريب شطرة ايقاع شطرة تطريب، يعني يا قمري غني ويد عيد في جمال الغيد حنين ميجا في عيني طوال، دخل في الايقاع بعد ما كمل الشطرتين بتاعينه. ده عمل حاجة غريبة جدا، السرور اوقاتك والمحاسن خمرك، خلاص الزمان خدامك انت سيل لي امرك. عمل الثاني ايقاعي، لو امرت امير الكون يقف لي فوق جمرك نحنا ولا ايام. انت تفتكر انها بتشبه الغنى الثاني؟ ما بتشبهه يا اخي، دي حاجه مختلفه. يا سلام يا استاذ صلاح احمد، شكرا جزيلا لك يا اخي على ما فعلت، وارجو ان نكمل، وارجو انه الشباب يكملوا، ونرجو انه وزاره الثقافه تكمل. صلاح احمد الذي قدم حقيبه الفن وحفظ بها التراث السوداني ساهم بنفسه في الغناء السوداني، احد الذين جددوا الأغنية السودانية، كتب مع قرشي محمد حسن وحسين بازرعة، أسسوا مدرسة الغناء الجديد اللي ظهرت بصوت الفنان الكبير عثمان حسين، ولكن له زي المساهمات الفاتت برضو نوع من الغنى الخفيف، ومن هذه الأغنيات الخفيفة انشهرت له يا مسافر وناسي هواك، أرواحنا وقلوبنا معاك، هيغنوها لنا طه ومين؟ خالو جمال مع عمو. كويسه منك يعني، يلا 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 يا شباب.
باركت أرض النيل يا باركت أرض النيل يرعاك الإله يا ملاك يا شباب، رغم انكم خطيتوا شطرة محل شطرة لكن هذا مسموح به في الغناء. نعم، جبال قلت لكم الاستاذنا صلاح قال حيقدم لنا هدية، لما قلت له قال لي انا حقدم لكم هدية. بعدين مشيت، وعلى فكرة استاذ صلاح بيغني غناو، يعني مش بيكتب الاغنية كتابة، بيغنيها، فبصوته العريض غنى لي حاجة لحن. أنا افتكرته حيغني غنى عاطفي، اكتشفت إنها أغنية بتتكلم عن الوطن. قمت قلت له إيه رأيك عاصم البنا موجود معانا في القاهرة؟ قال لي يا أخي ده بغني كويسة. خلاص أنا موافق. أنا مشيت من بيته محل ما ساكن عاصم، اديتني بعد 3 ساعات ضرب لي تلفون عاصم تاني قال لي نحن مع الشريف عبد المعز محمد علي واخونا محمد يوسف، يعني محمد الخضر يوسف، يوم مجموعة من الناس المزوقين. والشريف المعز عنده استوديو كامل، يعني ممكن تسجل وممكن تمنتج. المهم مشيت اندهشت انه خلص عمله لحنه. قلت لهم طيب نضرب للاستاذ صلاح نسمع له في التلفون. سمعناهم اتبسط قال موافق. هايل. انا ما عارف على حال اخذ الاخذة اظن نص ساعة بيتكلموا مع بعض، لكن تاني يوم قال لي هايلين هايلين هايلين. قلت له ان شاء الله يا استاذ نسمعك لها، ارجو ان يسمع الان. فهي هدية منه الى كل الجمهور، وهدية مننا اليه.